السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سوف نحاول أن نتكلم عن الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. In this video we are going to speak about the present simple and present continuous. بالنسبة للpresent simple كيكون عنده دلالات، كيكون عنده كلمات دلالية، كيكون عنده معنى، يعني ماشي دائما كنستعملو present simple وماشي دائما كنستعملو present continuous. بالنسبة للpresent simple اللي هو المضارع البسيط نستعمله في ثلاثة ديال الحالات. عندنا daily routine، روتين اليومي، وعندنا facts الحقائق، وعندنا habits العادات والتقاليد الى اخره. ملي كنهضروا على الروتين اليومي، شي حاجه كتوقع كل صباح، كل يوم، كل عشيه، كل يعني هذاك افري، كنقول افري داي اي دو ذيس، افري داي افري، يعني شي حاجه دائما كنستعملوا بريزنت سيمبل. بريزنت كونتينوز هو مضارع مستمر، شي حاجه كتعملها حاليا، شي حاجه دابا كنعملوها. اوكي، هنايا باش نعملو خصنا نتبعوا واحد القاعده. بريزنت كونتينوز خصنا نتبعوا واحد القاعده، كيقول لك ضروري ملي كيكون عندك الفاعل خصك تعمل فيرب تو بي، يعني سابجكت بلاس فيرب تو بي بلاس فيرب بلاس اي ان جي بلاس اوبجكت. يعني عندك الفاعل ضروري خصك تزيد عليه فيرب تو بي. شنو هو فيرب تو بي؟ عندنا ثلاثه، اي حاجه فيها ثلاثه. فيرب تو بي كاينه ام ام و ايز و ار. ام ايز ار، هاد ام فوقاش كنستعملوها؟ كنستعملوها ملي كيكون عندنا اي فقط، ا يام صاف. بالنسبه لايز كيبقاو لينا جوج اللي كيبقاو، كاينه ار وكاينه ايز. بالنسبه لايز كنستعمل ملي كيكون سينجلر، ملي كيكون مفرد كنستعملو إيز، وإذا كان عندنا الجمع كنستعملو آر. صافي، يعني مثلا إذا بغينا نصرفو الجملة، نحولو الجملة من بريزنت سيمبل لبريزنت كونتينوس، كنستعملو غير فيرب تو بي وكنستعملو أي إن جي. مثلا عندنا أي سبيك إنجلش، أي سبيك إنجلش، هاد الجملة بريزنت سيمبل. إذا بغينا نحولوها لبريزنت كونتينوس خصنا الفاعل هو اي نزيدو عليه فيرب تو بي. اي شنو كيجي معاها فيرب تو بي؟ اي ام. اذا نقولوا اي ام سبيك شنو خصنا نزيدو له؟ نزيدو له اي ان جي. اذا نقولوا اي ام سبيكين انجلش. وي بلاي فوتبول، نحن نلعب كره القدم. وي بلاي فوتبول، هذه بريزنت سيمبل. اذا بغينا نحولوها لبريزنت كونتينوس خصنا نزيدو فيرب تو بي ونزيدو اي ان جي على الفعل. يعني وي شنو كيمشي معاها؟ وي حنايا الجمع، واش نستعملوا ايز ولا ار ولا ام؟ كنستعملو ار حيت الجمع حنا بزاف بينا. نقول وي ار بلايين فوتبول، نحن نلعب كرة القدم. وي ار بلايين فوتبول، وهكذا. إذا بريزنت كونتينوس كيكون عنده اي ان جي دائما زائد فيرب تو بي قبل من الفعل. إذا دائما كنقول اي ام بلايين، يو ار دانسين، هي از كوكين، شي از ايتين، ذي ار بلايين، ذي ار ريدين الى اخره. اوكي، دائما كيكون فيرب اي ان جي. اما الفعل بريزنت سيمبل لا، كيكون عادي بسيط، اي بلاي، اي جو، اي سبيك، اي، يعني كيكون جمله عاديه. بالنسبه للبريزنت سيمبل باش غنعرفوا مثلا جمله واش نستعملوا فيها بريزنت سيمبل او البريزنت كونتينوس، كيكون واحد الكلمات الدلاليه هما اللي كيرشدونا. مثلا بريزنت سيمبل كنستعملوا، بالنسبه للبريزنت سيمبل كنستعملوا كلمات الدلاليه اللي هما مثلا نقولوا دائما، كنقول اولويز، يوجولي عاده، often غالبا، sometimes بعض sometimes بعض الاحيان، بعض المرات، rarely نادرا، never ابدا، every ملي كنستعملو every كنستعملو present simple، كنقول every week، every day، every saturday، every morning، every afternoon، every كل، كنقول every، يعني شك يعني شك سوا شك متان شك شك شك، كنقول every. وكاينه once a week، مره في السيمانه، مره في الاسبوع، مره في الشهر، كنقول once a week، once a year، once a month. وكاينه twice، جوج المرات، كنقول twice a year. بحال مثلا اذا بغينا نقولوا انا كنتعلم، لا انا كندرس، انا ادرس اللغه الانجليزيه مرتين في الاسبوع، I study English twice a week. I study English twice a week. كنقرا الانجليزيه جوج مرات في السيمانه. مثلا كنمشي لاكادير جوج مرات في العام، I go to اكادير ولا I visit اكادير twice a year. Twice a week. A year. جوج مرات في العام مثلا، ولا كاين ثلاثه المرات ولا اربعه المرات، كنقول 3 times الى اخره. اوكي، اذا في هذه الحالات كنستعملوا present simple عادي. بالنسبه للpresent continuous كيكون عنده كلمات دلاليه خاصه به، بحال مثلا now، مانتونو كنقولوا now، وكاينه at the moment، وكاينه this day، this morning، this afternoon، كاينه today، aujourd'hui، كنقولو today I am playing football، today I am revising math، today. وكاينه at the time being، كاينه right now، كاينه look، كاينه listen، كاينه at these days، كاينه this weekend، كاينه this morning. المهم ملي كتكون this دايما كنستعملو present continuous. وكاينه شي حاجه مثلا كتفهمها على حسب السياق، بحال مثلا ملي كنقولو I can't، ملي كتلقى شي جمله فيها كانت كتستعمل بريزنت كونتينوس. بحال غنقولوا
I can't come. I am doing my exercise. I can't answer the mobile phone. I am revising my my lessons. I can't do this. I am doing this. يعني ما نقدرش لا أستطيع. ملي كتكون can't كيستعمل present continuous مباشرة معه. إذن هذا ما كان يعني الفرق بين الـ present simple و present continuous، يعني بسيط جدا. وبالنسبة للـ present continuous هو أسهل لطن في اللغة الإنجليزية، أسهل زمن هو present continuous، هو المضارع المستمر، ما فيش القواعد بزاف، يعني سهل جدا. كيقول لك عندنا الفاعل خصك ضروري تزيد عليه verb to be، وعندنا الفعل خصك ضروري تزيد له ing. صافي. إذا بغيتي تقول أنا كناكل I am eating، هذا present continuous. أما إذا بغينا نصرفه الـ present simple كنقول I eat. صافي. I eat جوج كلمات I eat، هادي نحولهم present continuous كنقولو I am eating. صافي. إذن هادشي سهل ياك. إذن هذا ما كان كنتمنى توفيق الجميع. اللي ما فهمش شي حاجة يكتب التعليق، اللي عنده شي طلب ولا شي حاجة مرحبا بكم. كنحاول نرضي جميع الأذواق، كنحاول أي واحد نعطيه حقه. يعني أنا كنقري مختلف المستويات all levels، يعني الابتدائي إعدادي بكالوريا فوق البكالوريا اللي جمعي فليت، يعني أي موضوع أي طلب أي درس فمرحبا بكم، غادي تلقاوه إن شاء الله هنايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.